كابتن عبد الجليل، يعني كنت بتكلمني عن ان كان هناك او حضرتك كنت قبل كده بتتكلم عن بيتسو موسيماني، او هناك بعض الانتقادات اللي بتوجهها لبيتسو موسيماني. ايه الفرق دلوقتي او بعد مباراه المقصه؟ يعني بعد اللي انا اللي على البر عوام زي ما بيقول، كله بيعرف يعوم بره، لما انزل البحر ما بتعرفش تقوم هتغرق. فانا نزلت البحر، لا شفت مدرب واقف، شفت تغييرات، شفت تحركات لعيبه في الملعب. مهما كانت اللعيبه كابتن فنيا عاليه قوي، بس برضو في سنس، انت جيلك كان اعظم الاجيال اللي جت النادي الاهلي. كان ليكوا تحركات معينه كانت بتجبر اي حد مع مانويل جوزيه يجيب ورا مهما كان. صح. فانا الراجل الشوط الثاني بالذات اجبرني ان انا مش عارف اقفل المفاتيح هنا وهنا، ما بين علي معلول، ما بين حسين الشحات، ما بين قفشه، ما بين ما بين ما بين وانا كنت قايل للعيبه السيناريو ده كله بالظبط، بس التحركات السريعه دي. فانا قلت لا، الراجل ده لا مدرب كوره، مش ممكن بيتلام اليومين دول لان الظروف، ما هو خساره عادي طبيعي جدا، اي مدير فني بيخسر. بتكسب بطولات كلها. ما هو النادي الاهلي لو خد البطولات كلها على مدار، يبقى في حاجه غلط. انما ما هو لما بعد 7 8 سنين لما تقع منه بطوله، ما هو ده الطبيعي يا كابتن. انت ما انت بتلعب فرق برضه بتصرف وعندها لعيبه وعندها اسامي وعندها نجوم، فالطبيعي ان ياخد منك بطوله. طلائع الجيش منظومه محترمه، منظومه برضه طبعا بتكافح بقالها فتره طبعا، ودي ظروف ماتش. لعيبتك مجهده. كابتن انا اتسالت امبارح على مجدي قفشه، هو وحش؟ قلت له اوعى حد يقول وحش. مش بعد التاريخ اللي عمله ده والاجوان بتاعه تقولوا عليه وحش، قولوا مجهد. قولوا على حسين الشحات مجهد. اللعيبه اللي بتلعب تحديدا مع المنتخب، المنتخب وبيرجعوا ما خدوش راحه، كابتن. وضغط الفلنه الحمراء احنا مجربينها مختلف يا كابتن. انت نازل ما فيش حاجه اسمها تعادل. انت ممكن في المقصه اما تتعادل ماشي، الدنيا تعدي. لا هتعدي، تبقى تخسر ماتش انما في النادي الاهلي بالذات ان ما فيش حاجه اسمها تعادل. ده انت متعود على كده في الناشئين. يعني ايه تتعادل؟ يعني ايه تبقى تاني؟ فكل ماتش ضغط ضغط ضغط. انت بتاخد البطوله وتاني يوم في ماتش يقول لك اقفل الصفحه، صفحه اللي تتقفل، يعني لسه بفرح. فده قدر لعيبه النادي الاهلي. فاللعيبه مجهده، بتروح من المنتخب وبترجع. احنا كنا مثلا ارجع مع النادي ابص الاقي سمير عادل بيكلمني بكره في دار الدفاع مش عارف ايه عشان رايحين كوريا. يا كابتن عادل كوريا ده انا لسه جاي من افريقيا. تك 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 بس.